وعليه رحمة الله الدكتور محمود بجنيد ادى للأهلي الدعم المالي واداله أفكار. ومفكركم بأحد لقاءات قناة الأهلي مع الراحل الكبير ذات مرة في انعقاد الجمعية العمومية في النادي. أنا دخلت النادي الأهلي الحقيقة من زمان قوي سنة 56، وكنت داخل بطريقة عائلية مع العيلة، ومن سنة 56 ابتديت أتابع كرة القدم. أنا سنة 58 هيدي كوتي شافني وأنا بلعب كرة، فاقترح أن أنا بكون في الناشئين. قعدت في الناشئين من سنة 58 لغاية سنة 61، وأصبت إصابة بالغة في ركبتي ما قدرتش أكمل. لكن الفترة دي شفت فيها عبود باشا لغاية سنة 58، وكنت الحقيقة بمشي وراه وأنا طفل صغير أشوف هذا الرجل كان بيحب النادي الأهلي قد إيه، درجة حبه قد إيه. بعد كده صالح سليم كان صديق عزيز جدا ليا، وكنا أصدقاء، وكان الحقيقة أنا تعلمت منه حاجات كتير جدا. فالشخصيات دي شخصيات ممتازة، ما أقدرش أنسى كابتن عبد صالح الوحش كان المدرب بتاعي، وبعد ما ساب تدريب الناشئين وبقى مدرب الفريق الكبير الكابتن كامل مسعود هو اللي كان مدرب لينا. كل هذه الشخصيات شخصيات رائعة ممتازة. النادي كان مركزك ايه في الملعب يا دكتور بجنيد؟ انا كنت انسايد ليفت وكنت سكورر، والحقيقه كان في يعني المدربين بتوعي كابتن عبد صالح الوحش والكابتن كامل مسعود كانوا معجبين بيا جدا، لكن ربنا ما اردش ان انا اكمل في نفس الكارير. وكان عندك الرغبه في الاستمرار كلاعب كوره؟ رغبه شديده في الاستمرار الحقيقه، لان حبي لكره القدم كان حاجه خياليه، وحبي للنادي الاهلي كان زي حبي لكرة القدم. ليه أنا حبيت النادي الأهلي؟ لأن زي ما أنتوا عارفين النادي الأهلي أقيم لأسباب وطنية، والنادي الأهلي ده اتعمل علشان المصريين، وسمي الأهلي علشان أهل مصر، لأن الأندية كانت للأجانب في الوقت ده، وكان نادي الجزيرة للإنجليز، وكان اتعمل النادي الأهلي للمصريين. رحمة الله على صديق الصبا عاشق الأهلي الدكتور محمود بجنيد، يتفقده ربنا برحمته هو وزوجته، ويشفي كل مصاب يا رب. ربنا يوفق كل الشباب المحبة للأهلي. يتغمده، أنا قلت يتفقده، يتغمده ربنا بواسع رحمته. لكن لو خدتوا بالكم من كلمة قالها الدكتور بجنيد، قالوا أنا صغير شفت عبود باشا في النادي الأهلي فتعلمت إزاي الناس الكبار دول بيتعاملوا مع النادي الأهلي وبيحبوا النادي الأهلي. عبود باشا واحد من أكثر رجال الأعمال الوطنيين دعما للنادي، وعمل حاجات تاريخية في النادي، وكان بيدعمه مشروعات مش مسألة فلوس بالضبط، وهو الرئيس اللي في عصره الأهلي خد الدوري 9 مرات، عمل حمام السباحة والمدرج الخشبي، عمل نهضة إنشائية كبيرة وليدة في النادي الأهلي. فشوفوا هو اتعلم إيه من مين. عشان كده النشيد العظيم لفكري باشا أباظة، من شيوخك اكتسبنا مجدنا. أيوة بصوا، انتوا هتلاقوا كل الأجيال كده، هتلاقوا يا استاذ ابراهيم هذا التدرج بين كل الأجيال. صدقني احنا ناس محظوظة، احنا شفنا الكابتن صالح، احنا شفنا الكابتن عبد العزيز الشافعي، احنا اتعلمنا كان بيطلع عبد العزيز الشافعي معانا نشوفه يتصرف ازاي كرئيس بعثة وكسكرتير عام اللجنة الأولمبية، سواء مع منتخبات مصر او مع النادي الأهلي او في منصبه. لا ما كان بيطلع كسكرتير، انا حضرته في دوره مونتريال كان رئيس البعثه المصريه، سكرتير اللجنه الاولمبيه، وشفته ازاي بيتعلم يعالج الازمات، وشفته محظوظين. كنا نقعد الكابتن محب يوسف مختار التتش اللي كلنا من اول كل الناس دي اتعلمنا منهم. دي قيم الاهلي وقمم الاهلي، هذه القيم ما كانت لتولد ابدا وتتنامى في هذا النادي لولا هذه القمم الكبيرة. ألف رحمة ونور على الدكتور محمود بجنيد.